مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب. النهارده مع دكتور صبري السايس، دكتوراه واستشاري المخ والاعصاب والطب النفسي. بنكمل سلسله حلقاتنا معاه بعد ما اتكلمنا عن كوفيد 19 في حلقتين سابقتين. الحلقه الثالثه بتاعتنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم نفسي هو نفسي اصلا، لان هو دكتور طبيب مخ واعصاب وطب نفسي. المرض النفسي اللي هو بيصيب معظم السيدات او جزء كبير جدا من السيدات فيما بعد الولادة. موضوعنا النهاردة موضوع جميل وفي نفس الوقت شيق وفي نفس الوقت ممتع وفي نفس الوقت دكتور صبري هيطمن كل السيدة من بعد الولادة. طمنها من ناحية ايه؟ من ناحية النفسية. الاكتئاب او الحزن او الضيق، اي مسمى من المسميات دي بتحصل لاي سيدة فيما بعد الولادة. النهارده معانا دكتور صبري هيقول لنا مفهوم الموضوع ده ايه وازاي بنعالجه وازاي بنطمن كل سيده من ناحيته وايه نصايحه بقى العامه كلها من ناحيه الموضوع ده في اخر حلقه. بنرحب بحضرتك دكتور صبري معانا في البرنامج، وان شاء الله نكون نتكلم باستفاضه عن موضوع الحزن او الاكتئاب عند السيدات الحوامل. اهلا بحضرتك. اهلا ان شاء الله نتكلم. لو اتكلمنا دكتور عن الحزن او الاكتئاب زي انا ما قلت في مقدمتي، او الضيق او اي مسمى من دول تحت اي بند المسمى كل واحد، حضرتك هتقول لنا المفهوم بتاع الاكتئاب او الحزن ده ايه اللي بيجي للسيده فيما بعد الولاده؟ في البدايه طبعا بنشكر حضرتك على المقدمه ديت، بس لازم نوضح من البدايه ان في فرق ما بين ما يسمى بحزن او ضيق ما بعد الولاده وما بين اكتئاب ما بعد الولاده. حزن او ضيق ما بعد الولاده دي حاله طبيعيه بتصيب معظم السيدات بعد الولاده، تقريبا من 60-80% من السيدات ممكن يتعرضوا لاصابه بالحزن ما بعد الولاده. بيبقى فيها مثلا تغيرات طبعا هرمونيه جديده للست، فبيصاحبها اصلا تغيرات في المزاج، ممكن الست تبكي، ممكن يبقى عندها قلق، عندها تغير في النوم، اضطراب في الشهيه، الا في قلة التركيز. ولكن اللي هي الحاله ديت ما بتستمرش كتير، بتقعد من هي بتظهر في اليوم الثالث للرابع من بعد الولاده، بتستمر لحد اسبوعين لثلاث اسابيع بعد الولاده. طبعا اللي هو اكتئاب ما بعد الولاده بقى طبعا حاجه ثانيه. اكتئاب ما بعد الولاده بياخدش اللي هي المسافه اللي هي البسيطه ديت، وحزن ما بعد الولاده ما بيحتاجش علاجات ولا اي تدخل، مجرد بس دعم من الاهل والاسره والزوج. بتمر الفترة دي زي ما قلت قبل كده من 60-80% بيعدوا باللي هي المرحلة ديت ما بعد الولادة. لكن اكتئاب ما بعد الولادة طبعا بيبقى فيه الأعراض بتبقى أكثر شدة، اللي بتقعد لفترة أطول من أسبوعين، بيصاحبها تغيرات أصلا في حاجات كتيرة للست، إنها ما بتقدرش تأدي مهامها الحياتية اليومية، ما بتقدرش تعتني بالطفل. احيانا بيظهر اعراض خطيره زي انها ممكن تفكر في إيذاء نفسها او في إيذاء الطفل. ده اللي هو في اكتئاب ما بعد الولاده. ايوه وده لازم نوضح الفرق ما بين حزن ما بعد الولاده واكتئاب ما بعد الولاده. تمام. يعني احنا قلنا الحزن حاجه والاكتئاب حاجه وهنا في فرق بينهم، لكن انا عايزه اقول ايهما اخطر؟ الاكتئاب اكيد طبعا، حضرتك وضحت تقريبا النقطه دي ان الاكتئاب اصعب شويه. اكيد اصعب كتير، لانه في خطوره على الطفل وخطوره على الام. طيب اي حزن بعد الولاده بيتسمى اكتئاب يا دكتور؟ لا طبعا مفيش. هو زي ما قلت لحضرتك حاله الحزن ما بعد الولاده هي حاله فسيولوجيه سببها تغيرات بيولوجيه اصلا واجتماعيه وعاطفيه للست بتتم ما بعد مولد الطفل. فبيحصل فيها تغيرات في المزاج وزي ما قلنا في النوم، في الاكل، في تركيزها ممكن يتغير شويه. ولكن طبعا الحاله دي بتعدي، بتقعد اسبوعين لثلاث اسابيع وبتختفي لوحدها. طيب حزن ما بعد الولاده، لكن اكتئاب ما بعد الولاده طبعا بالتالي عمره ما هيختفي اصلا لوحده، لازم هيبقى فيه علاجات يعني. حزن او ضيق بعد الولاده اكيد ليه اعراض على السيده، طبعا عايزه حضرتك توضحها لي ايه الاعراض اللي بتبان على السيده عشان نقول انها عندها ضيق او عندها حزن. طبعا زي ما ذكرنا اللي هو تغير في المزاج، الحزن، القلق، البكاء، تغير في الشهيه، اضطرابات في النوم، ممكن قله تركيز، تغير في الرغبه الجنسيه، كل ده بيبقى وارد اصلا ان دي اعراض، بس طبعا بتبقى ابسط كتير من الاعراض اللي هي الاكتئابيه. طب دكتور صبري لو حبينا نعرف من حضرتك اعراض الاكتئاب فيما بعد الولاده حضرتك هتقول لنا ايه؟
والله أعراض اكتئاب ما بعد الولادة يعني ممكن نقسمها لأربع مجموعات، اللي هو أعراض عاطفية وأعراض جسدية وأعراض معرفية وأعراض متعلقة بالسلوك والتصرفات. الأعراض العاطفية أو المزاجية، إن الست بتحس إنها في تغير في المزاج، في حزن، في بكا، في إحساس بالدونية، في اللي هو إحساس إنها بقت أقل جاذبية من الأول، في أفكار ممكن إنها تأذي نفسها او طفلها، في اللي هي الاعراض الخاصه بالاعراض الجسديه انها بتحس بالارهاق العام، بتغيرات في النوم بالزياده والنقصان، تغيرات في الاكل والشهيه، نقص في العلاقه او الرغبه الجنسيه، في اللي هي الاعراض الخاصه بالاعراض المعرفيه اللي هي بتحس انها في ضعف في التركيز، في صعوبه في اتخاذ القرار، في مشكلة في أو إحساس بالنسيان واضطراب في الذاكرة، وفي أفكار مشوشة. الأعراض المتصلة بالسلوك إنها طبعا بتبقى بتحب العزلة، مش عايزة تخرج من البيت، مش عايزة تهتم بالطفل وبشؤونه، بتقل اللي هي الواجبات اليالية والمهام اليومية بتاعتها، فهي دي كل الأعراض يعني. تمام. ازاي بقى بنفرق دكتور بعد الولادة بين الحزن والاكتئاب؟ عندنا هنا اعراض بتبان، لكن انا عايزة افرق بين الحزن، نقول ده حزن فعلا بعد الولادة او الضيق اللي بعد الولادة، وده اكتئاب، بنفرق بينهم ازاي؟ اول حاجه بالمده، ان المدة الحزن الزمنية. حزن ما بعد الولاده بيقعدش اكتر من اسبوعين، بثلاث اسابيع. اكتئاب ما بعد الولاده بيطول اكتر من كده، وبيظهر غالبا في 3 شهور الاولانيين ما بعد الولاده، وممكن يظهر لحد سنه من بعد الولاده. لحد سنه من بعد الولاده ممكن يظهر اكتئاب ما بعد الولاده. تمام. الحاجه الثانيه ان انا زي ما قلت قبل كده ان حزن ما بعد الولاده حاجه فسيولوجيه، ما بتحتاجش اصلا ادويه ولا علاجات ولا تدخل طبي، ولكن اللي هو الاكتئاب طبعا بيبقى فيه تدخل طبي. الاخطر طبعا هو الاكتئاب ما بعد الولاده، لان بيبقى فيه افكار لاذيه النفس او لاذيه الطفل. طيب لو سألنا أعراض يعني أو عامل خطورة بمعنى أوضح على السيدة فيما بعد الولادة من هذا الحزن أو الاكتئاب، أعراض الخطورة إيه بالنسبة لها وبالنسبة طبعا للبيبي؟ عوامل الخطورة بتتمثل لو في تاريخ مرضي سابق لأي نوع من أنواع الاكتئاب، لأن في أنواع الاكتئاب كتيرة، يعني في اكتئاب ما بعد الولادة، في اكتئاب الجسيم، في الاكتئاب اللي هو الموسمي، في اكتئاب الذهاني. لو في أي نوع من أنواع الاكتئاب ده بيزود تاريخ سابق لأي نوع من أنواع الاكتئاب بيزود اللي هو فرص الإصابة. لو في تاريخ عائلي أصلا لنوع من أنواع الاكتئاب أو الاكتئاب ما بعد الولادة عند الأم أو الأخت بيزود اللي هو فرص اللي هو الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة. طبعا قلة الدعم والمساندة من الزوج والأهل والأصدقاء برضو بتزود اللي هي فرص الإصابة. لو كان في مشكلات ما يعني قبل اللي هو الولادة، يعني الولادة ما كانتش مترتبة أو الحمل ما كانش مترتب أو متخطط له، وحصل فيه صعوبة مثلا في أثناء الولادة، ده برضو بيزود اللي هي الاحتمالية بالإصابة باكتئاب ما بعد الولادة. يعني زي ما نقول حضرتك الحالة النفسية عامة البيت ليه تأثير كبير من طبعا. الزوج ومن الأهل طبعا. حوالين السيدة، إن هي مثلا حاسة باكتئاب أو حاسة بحاجة، فهم أكيد لهم دور كبير في الموضوع ده عشان ما نوصلش لمرحلة اكتئاب أكبر، فدي فعلا هي دي اللي بتمثل نسبة الخطورة عندنا. إيه طب دكتور صبري، لو سألت حضرتك سؤال برضو مهم وقلت لحضرتك المضاعفات إيه اللي بتأثر على السيدة إيه اللي حصل لها موضوع الاكتئاب ده بعد الولادة سواء هي أو البيبي، حضرتك هترد عليا تقول لي ايه بقى في موضوع المضاعفات ده؟ عايزين نعرف برضه نوضحه اول كل سيده دلوقتي. والله طبعا اكتئاب ما بعد الولادة إذا ما تمش علاجه بصورة كاملة، وإن الست رجعت يعني الأعراض اختفت اختفاء كامل، ما تبقاش فيه أعراض بنسميها الريزيدوالز دي، وإن الست رجعت تقريبا قبل زي ما كانت قبل اللي هو التعب، بيحصل ما يسمى إن اللي المريضة تدخل في اللي هو إن الاكتئاب بيزيد أو بيبقى أشد، وتدخل في حالة اسمها اللي هو الذهان ما بعد الولادة. ذهان ما بعد الولادة دي حالة أصلا أشد خطورة، ودي حالة من الحالات الطارئة، إن بمعنى ايه دكتور؟ اللي هو الأم بتبقى عندها أفكار إنها تأذي البيبي، بتبقى أفكار مترددة بصورة قوية أو تأذي نفسها، بيبقى فيها مشوشة، المريضة بتبقى مشوشة، بيبقى عندها ضلالات شديدة ناحية اللي هو أفكار ضلالية شديدة ناحية الطفل، وإن هو هيبقى سبب في تعاستها، وإن هو هيبقى سبب في زيادة المشاكل بينها وبين زوجها، أو زيادة الارتباط مع زوجها اللي بينها وبينه في السابق مشاكل. فممكن يحصل من اللي هو الأفكار الضلالية دي طبعا إنها ممكن تأذي البيبي فعلا.
وفي الحاله دي لازم نفصل اللي هو الام عن البيبي ضروري يعني. اه وبالاضافه ممكن يحصل هلاوس حتى سمعيه او بصريه اللي هو المريضه، فممكن تدخل في اللي هو اكتئاب ما بعد ذهان ما بعد الولاده، والحلول في الوقت ده اللي ذهان ما بعد الولاده هو ادخلها المستشفى. لازم المريضه تدخل المستشفى لانها بتبقى حاله طارئه، وممكن تتلقى اللي هو علاج بما يسمى اللي هو الاي سي تي او جلسات تنظيم ايقاع الدماغ عشان تخفف اللي هي الافكار اللي هي الضلاليه والهلاوس عندها ناحيه نفسها وناحيه طفلها. حاله طارئه وحاله من حالات طارئه في الطب النفسي. بس مش كتير يعني دكتور؟ طبعا لا مش كتير، مش زي اللي هو يعني حتى معدلاتها مش زي معدلات اللي هي الاصابه بالاكتئاب ما بعد. نسبتها اقل شويه. والحاجه الثانيه طبعا في المضاعفات، ان اي ست او اللي هو كل ست اتعرضت لانه لقوا في الاحصائيات ان كل ست اتعرضت لاصابه ما بعد اكتئاب ما بعد الولاده، 25% منهم يعني ست من كل اربع ستات معرضه للانتكاسه مره ثانيه او للاصابه ب باضطراب الاكتئاب ايا كان نوعه ما بعد، غير اللي هو اكتئاب ما بعد الولاده. ممكن هي جالها مره اكتئاب ما بعد الولاده يجي لها بعد كده انواع ثانيه من الاكتئاب، كل واحده من كل اربع ستات. فالعلاج اللي هو المبكر واللي بينهي الاعراض ده مهم جدا. تمام. ففي مضاعفات طبعا بالنسبه للطفل، ان طبعا اللي هو الطفل اللي بيرضع من امه طبعا في اثناء اللي هو الاكتئاب ما بعد الولاده بتترفع نسبه الاستريس هرمونز اللي هي الهرمونات الخاصه بالضغوط والنفسيه، برضو بتتنقل للبيبي، ولو اتنقلت للبيبي يبقى الطفل اكثر انفعاليه اكثر قلق. بيصاحبه اضطراب في المشي، اضطراب في السيطره على المخارج، اضطراب حتى في النمو اللغوي يعني بيبقى بيتاخر في اكتساب اللغه. لو ان الاطفال اللي هم لامهات مصابين باكتئاب ما بعد الولاده بيتعرضوا لكل اللي هي الاضطرابات دي، سواء في الحركه، في المشي، في المخارج، في السيطره على المخارج، حتى في اللغه. يعني حتى الطفل كمان بيتاذي بسبب موضوع اكتئاب الام، بيأثر تاثير مباشر على الطفل نفسه. طبعا على الام وعلى الطفل. اكيد. فمهم جدا العلاج. اكيد طبعا. السؤال المهم في الموضوع دلوقتي اللي طبعا هنسمع اجابته من حضرتك بعد الفاصل، اللي هو العلاج للسيده اللي بتحس بالموضوع ده او المرض ده، علاجها بيكون ازاي وترتيباته ازاي مع حضرتك، وده اللي هسمعه من حضرتك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعم. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور صبري السايس، دكتوراه واستشاري امراض المخ والاعصاب والطب النفسي، بيكلمنا حالا عن علاج هذا الموضوع عند كل سيده، ونعرف الاجابه من حضرتك حالا. دكتور بقى هتقول لنا ايه في موضوع العلاج بقى، هيتم ازاي مع حضرتك؟ العلاج بيتم على اكثر من محور. المحور الاولاني ان احنا بندي شويه نصائح للست، خاصه النصائح ديت بتنظيم اللي هو ساعات اللي هو النوم، وانها تاخد قسط كافي من النوم. تمام. وتخلي نومها دايما مع الطفل، خاصه في بدايات اللي هو ما بعد الولاده، ان اكلها برضو يبقى اكل صحي. كمان انها لازم تتواصل مع اصحابها واصدقائها واهلها، وانها ما تخفيش اللي هي الاعراض. يعني لو حست بالاعراض، بعض السيدات بتعاني من خجل انها تذكر بعض الاعراض، ان عندها افكار سلبيه ناحيه المولود. فبتخاف تذكر اللي هو الموضوع ده لزوجها او لاهلها. لازم تتكلم عن اللي هو اي حاجه بتشعر بيها ناحيه اللي هو البيبي او ناحيه نفسها. بعد كده طبعا في اللي هو الجلسات النفسيه وما يسمى بالعلاج اللي هو السلوكي المعرفي، وده بنغير فيه الافكار، بنحاول نغير فيه الافكار السلبيه اللي بتظهر للست ناحيه نفسها وناحيه الطفل. اخيرا ممكن العلاج بيبقى فيه اللي هو الادويه، وطبعا الادويه في دلوقتي اللي هي ادويه اللي هي مضادات اللي هو الاكتئاب الحديثه، طبعا لها دور كبير في علاج مثل هذه الحالات. بما اننا اتكلمنا بقى دكتور عن العلاج والادويه، فانا عايزه اسال حضرتك سؤال مهم قوي. هل الادويه اللي بتاخدها السيده لها اثار جانبيه عليها هي اثناء فتره الرضاعه وعلى البيبي، ولا مش مقياس؟ والله احنا طبعا بنحاول نختار اللي هو الدواء زي ما بنقول كده، بنحاول نفصل الدواء على المريض. ايوه. فطبعا اللي هي الست بتبقى اللي بترضع غير الست اللي هي ما بترضعش. لو اللي هو الست بترضع بنحاول ان احنا نبعد عن الادويه اللي بتنزل في اللبن. يعني بنتكلم على الرضاعه الطبيعيه بقى. الرضاعه الطبيعيه.
او من نديها برضو نصايح خاصه برضو بالاضافه لان احنا بنستخدم اللي هي الادويه اللي ما بتنزلش في اللبن، بنديها نصايح انها لازم تنظم ساعات اللي هي الرضاعه، انها ممكن ترضع البيبي قبل اللي هو اخذ الجرعه او ما بعد اخذ الجرعه ب3 ساعات. تمام. طيب دكتور، احنا بنقول العلاج ليه مضاعفات او لا، لكن انا عايزه اعرف من حضرتك حاجه مهمه دلوقتي، هنقسمها واحده واحده ونطمن كل سيده دلوقتي معانا. نصايح حضرتك العامه كلها ايه لاي سيده دخلت في هذا الموضوع فيما بعد الولاده، حضرتك هتقول لنا ايه؟ مهم جدا زي ما قلت ان لازم الست اي شعور بناحيه اللي هو البيبي سواء سلبي او شعور غريب او انها حاسه بانها بقت اقل من الاول سواء جاذبيه او سواء اهميه لزوجها، لازم تتكلم، لازم تتكلم مع زوجها او حد من اصحابها، ده بيفرق كتير. الحاجه التانيه ان العلاج المبكر بيؤدي الى نتائج افضل. اكيد. تالت حاجة ان احنا لازم نهتم ما بعد الولادة اصلا باللي هو بعض اللي هي الوسائل الخاصة بالتغذية واللي هو النوم وممارسة بعض اللي هي الرياضة اللي هي الخفيفة، ولازم ايه الخروج من المنزل بصورة مستمرة اصلا، يعني الست ما تقعدش في البيت على طول كده وتبقى اللي هي الافكار يعني تتملكها خاصة ناحية اللي هو البيبي وناحية اللي هي نفسها. ومهم جدا طبعا اللي هو الدعم من قبل الزوج، اهم أكيد. شخص في المنظومه كلها هو الزوج. اكيد طبعا طبعا. طب عايزه اخد راي حضرتك يا دكتور في الادويه المهدئات اللي السيده فعلا هو سبب رئيسي جدا لزياده الموضوع ده، ان السيده بتخبي عن اقرب الناس لها في بيتها وخصوصا زوجها ان هي بتفكر تفكيرات كتير كده مش كويسه من ناحيه نفسها ومن ناحيه البيبي، ده سبب الاكتئاب او الحزن، فبتبدا تبعت مثلا تجيب من الصيدليه أدوية مهدئة، دي كويسة مريحاني بنام عليها، كانت صاحبتي أخدتها، الكلام ده كله، عايزة أسمع رأي حضرتك في النقطة دي. طبعا اللي هو اختيار اللي هو الدواء مش اي حد بيختار اللي هو الدواء، حتى اللي هم الاطباء العاديين يعني اطباء الباطنه والاطباء العامين يعني يفضل انهم حتى ما يوصفوش اللي هي الادويه ديت الا اذا كان عنده خبرات، لان طبعا اللي هي الادويه النفسيه ده تخصص مختلف يعني بقى ضمن اللي هي السب سبيشاليتي في الطب النفسي اللي هو تخصص الادويه النفسيه، لانه معقد جدا واللي هو زي ما قلنا احنا بنفصل الدواء على كل مريض بدايه من اللي هو من ظروفه المرضيه، من وزنه، من علاقة، من مثلا امراضه، من تاريخه المرضي، حاجات كتيره جدا بنختارها لما نيجي نختار اللي هو الدواء المناسب، هل زي ما قلت اللي هو بترضع او هتستخدم لبن صناعي، كل ده بيبقى موجود في اللي هو في خلفيه الطبيب النفسي عند اختيار الدواء. اكيد. طيب دكتور صبري، انا عايزه يعني اعرض على حضرتك معلومه صغيره تكاد تكون ممكن تفيدنا في الموضوع ده. موضوع نظام الاكل اليومي للسيده اللي حاسه بموضوع الاكتئاب ده او الحزن زي ما بنقوله، هل الاكل عامه او شرب العصاير او المهدئات ليه دور معانا في المشوار ده ولا لا؟ زي مثلا ايه؟ لو السيده اخذت كوبايه ينسون، اخذت كوبايه ليمون، اخذت قطعه شوكليت مثلا في وقت معين، هل الحاجات دي ملهاش دور فعلا مع حضرتك كده؟ هتوضح لنا النقطه دي؟ العلاج دايما لعلاج امراض الاضطراب الاكتئاب بيبقى علاج متكامل، يعني علاج اصلا في تغذيه سليمه، ممكن نستخدم اللي هي نوم كويس، يعني لازم يبقى في قسط كافي من النوم، في راحه، في دعم من الزوج، في اللي هي جلسات نفسيه، في ادويه، يعني مش حاجه واحده احنا بنعتمد عليها، والتغذيه واحده من اللي هي من الاساليب او من الحاجات المهمه اللي احنا بنستخدمها في علاج اللي هو الاكتئاب ما بعد الولاده، ان احنا نهتم باللي هو بالخضار واللي هو الفاكهه واللي هو المهدئات الطبيعيه التغذيه الصحيحه او السليمه، يعني اللي احنا كلنا عارفينها، يعني ده جزء من العلاج، مش هنقوله كل العلاج، لا هو جزء من العلاج، هو العلاج بيبقى علاج متكامل، يعني اكتر من وسيله، اكتر من اتجاه. أكيد. لازم يبقى فيه تغذيه، في نوم، في اصلا دعم من الزوج، يبقى فيه اصلا اللي هو جلسات، في ادويه، في ممارسه رياضه، كل ده اصلا مع بعضيه بيبقى علاج متكامل مش علاج واحد بس. طبعا طبعا. وهي التيال يعني عن رايي انا الشخصي من الحاجات برضو اللي بتدفعنا ان احنا نكون في مش يعني بنقلل من حده الاكتئاب ده لكل سيده، موضوع ممارسه الرياضه بعد الولاده على طول مباشره، كل سيده بتخاف تقول لك لا انا مثلا ساي عامله مش ولاده طبيعيه، دي قيصريه فما ينفعش اعمل رياضه، لا في انواع رياضه ما بتاثرش خالص، فانا عايزه حضرتك توضح لي نقطه الرياضه بالذات، لان الرياضه في مفهومها الطبيعي
اوريدي ان هي بتاثر مع كل انسان فينا، حتى الانسان الطبيعي لما بيعمل رياضه اكيد بيحس براحه نفسيه بعد الرياضه، بيلاقي كل جسمه فيه نشاط وفيه حيويه من اول وجديد وفيه كل حاجه. فلو حضرتك وضحت لنا يعني نقطه ممارسه الرياضه دي في المشوار ده هنقول ايه؟ ممارسه الرياضه بتبقى على الاقل المشي، يعني لو الموضوع بس وصل انها بتمشي بس شويه او انها بتتحرك داخل البيت او بتغير من نظام قعدتها ومع البيبي وكده، ده مهم جدا، لان طبعا الرياضه طبعا هي من الحاجات اللي ثبت انها بتزود اللي هو افراز الاندورفينات في الدماغ. والاندورفينات طبعا بتحسن اللي هو المزاج وبتحسن الحاله المزاجيه للشخص. فمهم جدا حتى ممارسه الرياضه الخفيفه، مش اللي هو ان احنا مطلوب مننا نشيل اوزان ولا نعمل رياضه جيم، حتى ماشي يعني ايروبكس. نص ساعه كده ايروبكس في البيت، ايروبكس اي حاجه. فالمهم ان احنا نمارس جزء من الرياضه، ده هيساعد برضو كتير، حتى للسيده اللي حست مثلا تغيرات في جسمها كله، فده بيساعدها لما بتقل هي مع ممارسه الرياضه، فالنفسيا بتبدا تهدى او ترتاح شويه. طب دكتور صبري، انا يعني مش عايزة اقول لحضرتك ان الحلقة ممتعة، لا هي الحلقة جميلة، وبتمنى ان كل سيدة انها تكون يعني كانت استفادت مننا في حلقتنا. نشكر حضرتك جدا دكتور صبري على المعلومات الهائلة دي، وبنتمنى الشفاء والمزيد من المعلومات الجميلة في حلقتنا مع حضرتك القادمة ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء.